التمرين ده احدى مهارات الاساسيه لكره القدم. جري بالكوره، احنا عارفين جري بالكوره دايما بيبدا بخطوط مستقيمه ثم تعمل خطوط متعرجه في مرحله التطوير. دي مرحله التطوير، اللعيب هيجري في خطوط متعرجه ويقدر يتحكم في الكوره باسلوب كويس بحيث ان هو يقدر يسيطر عليها ويوصل للايه، للمرحله الاليه في الاداء جري بالكوره. اللاعب اسامه هيبدا معانا التمرين. ها اسرع شويه يا ولد. هاي برافو يا اسامه، هاي يا اسامه.